الرحمن الرحيم، والسلام عليكم الزنتانيون الرائعون. ونور اعتبر ان نور يعني مش من الزنتان. ف اساس درت لكم تسميه للمحاضره. هاي نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وصلنا في السكريشنز، بدينا بالسليفري، عرفنا انواعهم ومن يتحكم فيهم، وعرفنا اهم حاجه في التحكم ان اللي شاد الموضوع كله الاوتونوميك سمباتيتك معناها فيسكت وريتش ان انزيمز بور ان ميه، والعكس بارا سمباتيتك ووتري وبور ان انزيمز وشو مليح. اجوا لي الجاستريك. الجاستريك يا جماعه لازم ما ناخده اول حاجه الهيستولوجي نتاع الستومك. الستومك هيك مقايله، مثلا استومك زوجي، هذه استومك مليحه، ركز تو. عندنا فيها خلايا، الخلايا هذه تتميز بان لو نديروا زوم على سطح الاستومك حنلقاها كم قايله، ونقب نقب 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 صغيرونه نقب. هي سميها لي بت جاستريك بت فجوه. الفجوه هي تعال شوفها من الجانب تطلع بالشكل هذا. حد عنده مش مفهومه الفكره نتاعها؟ لا اوكي توجهوا مليح. البته هي فصتها هالبخلايا تشيف سيل اندوكرين او اندوكراين سيل، عادي اندوكرين ينطقوا فيها الامريكان، اندوكراين بالانجليزي فانت بجوك، بارايتال سيلز، ميوكوزال نيك سيلز، وسيرفس ميوكوزال سيلز. شن الفكره؟ تشيف سيلز هادو يطلعوا الاتش سي ال، الاندوكراين تتفكر في الجي سيلز تفكر فيها يطلعوا، اللي يطلعوا شنو؟ جاسترين. معلش بس الاتش سي ال بيفرز هنايا، الجي سيلز وين بيفرز هنايا للدم. فهي البارايتال سيلز اسف التشيف سيلز طلع البيبسين يا جماعه، بيبسين غلطت انا، البرايتال سيلز هي اللي طلع في الاتش سي ال. اسف انا كيف جايكم من مباراه مهيبر برايتال فاني يعني جو قاعده متلخبطه علي رايا، فبرايتال هي اللي طلع في الاتش سي ال، انا اسف. فهي الميوكوزال سيلز والبرايتال اللي طلع حتى في الانترنسك فاكتور نور، فيتامينات لو تتفكري بي 12 باه. لا انا الفيتامينات الوحيدة اللي ما بديتش فيه. اخ باه تمام 100 100. باهي ميوكوزا نيك سيلز هذه خلايا تطلع جوبلت سيلز هلبة تطلع لي ميوكوس، بس شني باش تحمي الجهة هذه، وكذلك هذا يحمو شني الميوكوزا من الافرازات اهياء اللي هي شني اتش سي ال وغيرها. تعال خدي معاي الكلام بالضبط شن بيصير او شني صاير. الجاستريك ميوكوزا تحتوي على ميني ديب جلاندز، الديب هي اكتب لي فوقها بت حفرة فجوة، هذه تفتح ان اكومن داكت. لاحظ ان القنوات كلها، اسف الخلايا كلهم الغدد هما كلهم وين يفتحوا في قناة واحدة، that turn open into a surface mucosa، بس شني تدي لك اياها فتحة زي تو. فانتوا فاهمين كيف ولا؟ كأني انا شنو راسم هيك، فاهميني فكرة كيف؟ اوكي تمام. فوق ولاطة في فجواتها. عندي ثلاثة أنواع رئيسية من جلاندز، وعندها كل واحدة سكريشناتها. لنتفق أنني عندي ميوكس نيك سيلز، ميوك خلية اسمها ميوكس سيلز، شو تطلع؟ 100 100 ميوكس. برايتال هذا اللي هم يسموهم أوكزنتك، اوكزنتك هي لان في تفاعل معين فسط اكسجين لقطه انتاج الاتش سي ال. يا سيدي تحفظ الاوكزنتك وبتحفظ برايتل، الاسم الاشهر برايتل الجداريه، الخلايا الجداريه. ماذا تفعل هذه؟ تطلع لي في اتش سي ال وانترنسك فاكتور. شنو هو الانترنسك فاكتور هذا؟ مهم لامتصاص فيتامين بي 12 بي 12. الببتك او تشيف سيلز، الببتك او تشيف سيلز هذه وشني؟ هذه تطلع الببسينوجين. كيف نحفظ؟ كنت حافظها انا تشيف كان تشيف كان طباخ، والببسينوجين هو بيطبخ ببسي.
ايه، وبيطلع البروتين الانزيم اللي بيهضم البروتينات. صحيح. سو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاش تتأخري خالد، راهو بادي لي هلبة فترة طويلة فردي بال. نسيت الوقت. نسيتي تاكلي وتشربي جو الدكاترة المرضى. نسيتي تاكلي وتشربي، معاش تنسي باهي. هاي تعالوا معي. اكتب صبعك. يا جماعة والله أنا فرحان أنا فرحان لأن الريال مسجل جول في 93، هو مش جول فوز لكن جول تعادل، برضو عنده نشوة كبيرة، فسامحوني باهي. يعني جو على اليوم ناخذ ساعة ونص. تاخذي حتى 3 ساعات، شكون مليح. لا المهم اليوم مصر يا ذكرى مصر. ساعة ونص عادي. ايوه حتى نص ساعة عادي. احتمال كبير، في احتمال كبير، وسامحوني في الكلمة، ان احنا نكملوا الشابتر. الشابتر هو مش اللي بات طبعا. شو زي يعني هاي الببتكسل تشيف تطلع ببسينوجين. بح يا جماعة احنا نفرزه في اليوم الجاستريك جلانز هي كلها تفرز فيما يعادل زوز لترا من الهايلي اسيدك جاستريك جوس. البيتش بتاع قريب 2 راو زوز لترا، هذا اكثر من السلايفا ورقم كبير هلبة، ويجب احترامه ويجب الخوف منه في نفس الوقت. راو زوز لترا من المادة الحارقة، المادة اللي تكوي هذه، راو لو تسقط على الجلد بتاعك تحرقه. شو متكون الجاستريك تشوز العصير المعدي؟ اكيد من اتش سي ال وانزيمات. الاتش سي ال من تفرز فيه البارايتال سيل او اوكزانتيك سيلز. حلو باهي جو مليح. الانزيمات بقى اسمع بقى اكتبوا كاع بزون حفظوا هاي اتش سي ال بارايتال، اتش سي ال بارايتال، لكن عيبك عيب مش ليكم مش ليكم. هي نفسها اوكزانتيك سيل، هي نفسها بارايتال سيل ولا؟ ايه نعم نعم، لكن فكره شنو اني انا والله انتم اكبر من اني نقعد نحفظ فيكم. نعرف ان بعض الطلبه يخشوا كورسات في دكاتره ويوسعوا في بالهم ويحبوا يحفظوا باهي. والله لو قريتك اناتومي ولا هيستو كان ممكن، لكن هي فيسيو خذ المعلومه وفهمها بروحك حبيبي، فهمها بروحك هيك بالجوله مليح. الانزيمات انا عندي انزيم واحد فقط تفرز فيه المعده اللي هو البيبسينوجين. بل البيبسينوجين هو جين اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف. ان اكتف ايوه طبعا. للاسف للاسف احنا خليفه اليوم مش معانا. خليفة يا رايك توا يدير في كابتشينو على حطب، يدير في حاجة هيك ولا هو القوي؟ هو انا ما نعرفش مين القوي، انا خايف نقرب ما يطلع هو، ف لكن مش عارف مش عارف، فمش باين لي ان شني ان خليفة موجود. وحتحسوا براحة تشوفوا محاضرة كيف مش هو تسجيل والفلوس عنده تخيلوا يعني. ف اسف خليفه احسن واحد صحيح، المفروض محاضره انت ما باسم خليفه هكي، لكن هي يلا. الاكتيفيشن نتاعك احنا قلنا شني نفرزه فيه ان اكتف، لان راو كان اكتف بياكل لك الدنيا هي كلها، انا ما فيش ميوكس باي كيفاش. قال لك الاكتيفيشن عن طريق الاتش سي ال، عن طريق الاتش سي ال. لاحظوا معي بيب سي جين عن طريق ال HCL حيولي بيبسين. بيبسين مش هيك وبس، البيبسين يبدا يفعل حتى هو في الجن. النيولي فورمد بيبسين فهي يفعل كذلك، تاخذوها ان شاء الله معي في البايو السنه الجايه، تقعدوا معي فهي تاخذوا شني ان البيبسين يفعل حتى في البيبسينوجين. والبرايتال دايجيشن او شنو وظيفتها بارشيل، شو معنى بارشيل دايجيشن؟ دايجيشن مش هنكسره بالكامل، التكسير الكامل في الانتستن، لكن نكبر او نكسر البولي بيبتايد نخليهم الى ثنائيات ثلاثيات هيك في الجو هو او اوليجوات هيك اذا تو، بعد ما كانت سلسله بالملايين بالالوف مش بالملايين. تمام اوكي. تمام جدا تمام. حلو. في other enzymes لكنها اول ما تفرز تتكسر،
خذ معي very small amount لا تذكر gastric amylase gastric lipase جيلاتينيز هذا كلهم شني بسبب ال HCL كانوا يخدموا في الطفولة كانوا في البطن بتاعك وانت صغيرون كان ال pH 4 إلى قريب 5 هي مليح الانزيمات ما تتدمرش بالكامل هي فتقدر تهضم شوية دهون على شوية سكريات لكنها لما بتكبر ما يقعد منها من الانزيمات بيبسين فقط او الافراز الوحيد الهرمون او اسف الانزيم هو البيبسين. فالميوكس الميوكس عندك شني في سوليبل وفي انسوليبل. عندي الثن الثن نوع انك تفرز فيه انك تفرز فيه ووظيفته الميوكس اللي تفرز فيه انك الرقيق السولوبل هو انه فقط يرطب الكايم. شنو هو الكايم؟ الجزء الاكل الاكل الماكل مجرد اني انا شني ارطب فيها بالميكس. باي الانسولوبل الثك هو هذا الكالاين. علاش الكالاين؟ علاش حيكون قاعدي وعلاش لا ذائب وعلاش غليظ؟ ترى مين اللي يحكي يفتي افتي 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 يعني ما بيش جوا صحيح كيف دكتور؟ انا عندي افرازين وزميوكس واحد رقيق خفيف ذائب هذا وظيفته يفرز من النكسلز وظيفته يرطب الكايم اللي هو الماكلة يرطب الماكلة. الثاني thick insoluble لا ذائب غليظ وقاعدي. علاش دير زي الهوموستاسيس مثلا مع ال HCL الثاني او شيء للاسف اجابتك صحيحه بالكامل. هو او شو بيدير هو شو بيدير بيغلف المعده ويدير تفاعل تعادل. شنو هو التعادل؟ اللي هو حمض مع قاعده ووتر وملح صح ولا لا؟ وعندك شني؟ سوبيناشن. علاش ربك خالقه ثك باش ما يتنحاش عن الخلايا بتاع المعده وتصير القرحه ويصير الالم والجدات والالم المشهور جدا واللي نعرفوه احنا. فعندك الانسوليبل هذا مين تفرز فيه؟ السيرفس ابيثيليوم اللي هو يا جماعه السيرفس ميوكس هو الخلايا هي هذه اللي تفرز الطبقه الغليظه هي. بينما النك والميوكس نيك سيلز الرقاقة ما هذا يفرزوا السائل الخفيف اللي بيتخلط مع الماكلة في اليومن. حد مش فاهم حاجة؟ لا تمام. لتوى الثكة هو راهو وظيفته يرطب لكن أكثر حاجة يحمي ويعادل بالبايكربونات شني الفانكشن بتاعي يعادل الأسيد فهي طبعا شني انا المفروض فانكشنز از يعني نيوترال رياكشن مع ال HCL. فشو جاي نعاود لك تو شو جاي هذه ستومك. شنو تطلع بصفه عامه؟ شنو تطلع عندك ثلاثة حاجات. اول حاجه انزيمز. الانزيمز مين الرئيسي؟ مين الرئيسي اللي تفرز فيه؟ بيبسينو البيبسين بيبسينوجين ونفعل فيه شني ال HCL وبعدين البيبسين نفسه يفعل. ثاني حاجه ثاني حاجه نفرز في ميوكس. الميوكس عندي طبعا ديما لما بتقرا ديما دير التلخيص هي ديما استغل الفراغ العاطفي مش تعبي اشعار وتكتب وترسم ترسم لي في زهره لا دير شني دير التلخيصات هما ميوكس ولا عين. علاش ترسموا في عين وحواء ورموشك؟ والله يلاحظ فيها لما يعني يبعثوا لي الشتاء نلقى عيني بحلك ما عادش ديروها يا باهي على الحاسي ديروا شعار يا مدريد عادي اكتب شعر يكون شعر حقاني مش شعر شو اسمه يلا نزار القباني لا هو نزار شعر راو عليك عليك راو نور شعر شهيت من زي لكن فكرة شدي فكرة إن لا في أشعار مو مخيفة يعني من الأخير الخليجيات اختصار يلا الميوكس هذيك متاع مجد الحب إليك اللي بنسبك
ايه هيك ايش لا تعرف تطلع من الاخير. ما يلا يلا غير تعال الميوكس عندي ثين ثين وعندي شني ثيك. الثن من تفرز فيه؟ تفرز فيه انك، نك بينما الثيك تفرز فيه شني السيرفس. الابيثيليال السيرفس اللي سيرفس ايوه هذا وظيفته اللابريكيشن، هذا وظيفته بروتكشن. اعطيتك كلمه بروتكشن تعني خلاص بالاتش سي او 3 البايكارب، وهنايا نيوتراليزيشن هنايا سوليبل وهنايا نون سوليبل. لاحظ كيف لخصت لك الدنيا، انا كل الكلام لخصته في شويه كلمات. بح عندي الانترنسك فاكتور، الانترنسك فاكتور يطلع من البرايتال او اوكزانتك. شنو وظيفته؟ وظيفته ابزوربشن فيتامين بي 12 وين في التيرمينال ايليوم. اخذته معي فيتامينات ولا لا؟ كيف شارح للزنتان؟ ما اخذناش اصلا فيتامين سنونا، ما اخذناش فيتامين بايو مين ما لمين اللي جا. لا اله الا الله. لا اخذنا بلكي في الاوتونوميك تقصد في الفيسيو. ايه بي 12 ايه صح 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 بالضبط. انا افكر شرحت فيتامين بي 12. ففيتامين بي 12 هون لان شنو؟ لان يمتص في النهايه 100 بعد 5 سنين. بيقول 5 سنين بالضبط، هو يمتص بالترمينال ايليوم ونفرزه في الميه ب 99% من سوائل وشويه الكترولايت صوديوم بوتاسيوم كالسيوم كلور وفوسفيت. هذه كلها افرازات المعده. لو ركز معي ركز معي، عندي ميوكس عندي بارايتال وعندي تشيف سيلز، هذا مشيني هذا الخلايا اللي تطلع. شنو هو العصير من شنو متكون؟ متكون من ست حاجات وميه 99% منها، الكترولايت انترنسك فاكتور ثيك ميوكس اضل انزيم ميوكس و بيبسيجي و اتش سي ال. حلو اوكي تمام. مما كيف يتكون الاتش سي ال؟ فيري امبورتنت انك انت تفهمها وفهمها بسيط جدا. خذي معي خذي معي ان هذه تو احنا اللي بنلونها لك، اللي بنلونها لك بالاصفر احنا داخل الخليه، احنا داخل خليه المعده. شو تقصد داخل خليه المعده؟ اللي هي تنوريها لك تو هي 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 احنا تو هنايك. اسف مغلاليه تخربيش بالله. واضح هيك واضح يعني دكتور تحسني مش منظم عادي يقولها في الوجه. انا تو نقبل اي نقد وعادي ريال متعدلين وجمل. احنا هيك خود اي خليه من هذا، خود اي خليه من هذا مش اي اي هو حق الامانه. خود شني برايتل صح ولا خود البرايتل؟ شو قصدك ايه احسن؟ تعالي تعالي شو تقولي حصلتي ايه انا هذا كمين جوم داير هولكم جو واحد حسبوها ديمقراطية واحد. لا ماما انت وهي لا 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 ايه احسن التخربيش وانا مشكلة طيب هي اللي تفلق فيها مرات تفهم من صفي في النية. ايه بقى رواء تقصد ان التخربيش احسن صح؟ فما تقنعونيش بحاجة غريبة بالله لك. حتى انت رواء ما تفتحيش روحك، خليك هيك خليك اخدعيني جو مليح. تعالوا معي انا تو داخل الخليه، خليه تكون برايتر. متفقين متفقين ولا شوف شنو بندير بالضبط، شوف شنو بندير بالضبط. عندي عندي والله لين نكملها تلوين كامل ان شاء الله نقعد وضوء. ياسر خلاص قالهم محاضرة بهي. عندي من من وراي من وراي عندي blood vessel، عندي blood vessels. حلو اوكي مش حلونه كله بالاحمر لان الاحمر لون زي وجهي بهي، لكن هذا كله blood vessels. حلو واللي بنديروه بالازرق هو اليومن، هو شني
اليوم من هنا يا هو والبلود فيزلز ملتالك حلو واضح لينا لتوا ماشي مبح. هربط الشاشة شيني توا طبعا كي تمام مش واضح ايوه كملها جم تعالوا معي داخل البارايتال سيل حنربط ثاني اكسيد الكربون بالميه تفاعل مشهور جدا جدا عن طريق الكربونيك انهيدريز واخدينه في البفر واخدينه في البلد واخدينه في هالممكنات هالممكنات في التنفس في الريسبيراتوري الار بي سي كيف تتخلص من السي او 2 تفكر فيها ولا كلامه مو بقايزه صحيح حتى ممتازه رواه تولى يا رواه تولى لا ما شاء الله رواه ما شاء الله فوت الموضوع اليوم نجمي تعالوا معي يتكون حمض الكربونيك اسيد حمض الكربونيك وحمض الكربونيك ما يحبش يقعد حمض كربونيك فيتأين الى هيدروجين وباي كارب حلو كي به توا التفاعل هذا حيمشي في اتجاهين الهيدروجينة بتطلع لليومن الهيدروجينة بتطلع لليومن في هيدروجين بوتاسيوم بومب كو ترانسبورت يخش مني البوتاسيوم حلو كي به اوكي البايكارب بيطلع للدم تتفكروا لما نقولوا الميجر بفر في البلد مين كان بايكارب بايكربونيت اهي حيتعامل مع الصوديوم لان الصوديوم تمتص فيه المعده جوها مليح ويطلع هيك الصوديوم يطلع من هنا ويتفاعل مع البايكارب يديلك صوديوم بايكربونيت هذا مبارك عليك بلد بفر مش هذا اللي انا نبيه تو ركز معي تو نرجع لك من الاول صوديوم اسف ثاني اكسيد الكربون مع الميه بفعل الكربونيك انهيدريز ذلك حمض الكربونيك حمض الكربونيك يتفجر مباشره الى تأين هيدروجين وبايكرب طلع البايكربونات للدم وطلع الهيدروجين الى اليومن حلو اوكي به okay. بمسألة أقل وأعلى تركيز بمسألة أقل وأعلى تركيز باسفلي الكلور يخش للبوتاسيوم باسفلي يخشني الكلورايد إلى البرايتال سيلز ويطلع عن طريق بمب إلى اليومن إذا نسألك سؤال مهم جدا 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 وديما يحبوا يسألوه في الفسيولوجي ال HCL يتكون داخل البارايتال سيل ولا خارجها؟ خارج البارايتال سيل. Very important question. البارايتال سيل هي اللي تصنع ال HCL صح ولا غلط؟ لا. صح. البارايتال سيل. هي تصنعش فيه. مش قلنا هي ال HCL. هي تصنع فيه في الأساس ما تفرق. بالضبط. أنا كيف صنعتها؟ حدفت لك المواد الخام هو تكون برا ايه وتفاعلوا مع نفسكم علاش لو تصنع الداخل تتطربق الخليه تصنع اتش سي ال فيري سترونج اسيد في شنو اسمه في الـ في الـ في المعده في خليه المعده تروح تلال لكن هذا علاش ربك مغلفها بميوكس باش شني باش هما هذا اسف الاتش والسي ال يتفاعلوا ويتكون مني ال HCl نعاود بشوية 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 يا الله لك خلاص التدوى ضابطين وذاكرتكم البصرية ما شاء الله ما شاء الله لكن هنخلي لكم الزوزة هناك تقول بطارية أزرق وأحمر بهي تعالوا معي في البارايتال سيل هاي خليك من كلمة ستومك بارايتال سيل واليوم هذه زايدة بارايتال سيل داخلها ثاني أكسيد الكربون ومية بفعل الإنزيم الكربونيك أنهيدريز حيتحول شني الاتش يتكون البايكربونات يتكون
بايكربونات. باهي البايكربونات يتكون حمض كربونيك اسف، يتأين الى بايكارب ويتأين الى شنو؟ الى هيدروجين. الهيدروجين حتطلع اللي داخل يطلع الى اليومن وتدخل بوتاسيوم. مش موضوع البوتاسيوم تو، والكلورايد بيخش من البلط مباشرة يطلع الى اليومن. تو الهيدروجين اللي طلع والكلورايد يديروا الـ HCl وين؟ inside اليومن. البايكربونات يوم يطلع برا هو والصوديوم ويتعامل ويتفاعل مع بعض ويديروا صوديوم باي كربونات. طبعا الاسم هو ديفيوجن، والخط هو اكتف ترانسبورت، يعني البايكارب طالع ديفيوجن ولا اكتف؟ ديفيوجن. ديفيوجن. كلور خش ديفيوجن، بوتاسيوم طالع ديفيوجن ويخش للخليه بالاكتف. الكلورايد يخش باسف ويطلع اكتف. شوف جاي البوتاسيوم يخش اكتف يطلع باسف، بوتاسيوم الكلور يخش باسف يطلع اكتف. كيف نحفظهم؟ كان نلخبط فيهم. مكونات ال HCl اللي هي ال H وال Cl حيطلعوا اكتف، فبتعكس الكلورايد خش باسف والبوتاسيوم تبتعكسه خش اكتف وبيطلع باسف. مش موضوعك. والبوتاسيوم لحظه يطلع تمام كي تمام. ما هي العوامل اللي تؤثر على افراز ال HCl؟ في عوامل انهبيتوري، في عوامل ستيمولاتوري، بعدين ناخذ الفانكشنز بتاعها. اول وضع اول انهبيتوري السكريتين والسوماتوستاتين والفي اي بي. لحظه بس، السوماتوستاتين انت مش واخده، لكن جي اي بي والفي اي بي والسكريتين واخدينهم. هذا من وين ينفرز؟ السوماتوستاتين اذر هرمون ولا؟ السوماتوستاتين هذا هرمون يفرز من الكبد، هذا يشبه لجروث هرمون لكن عكسه. سوماتوستاتين يعني يوقف الجسم، خلايا الجسم، سوماتو وجسم، ستاتين يثبط. فهي دكتور يفرز في ستومك ولا؟ يفرز في ستومك ال من هم الهرمونات هي؟ لا سوماتوستاتين. سوماتوستاتين لا هرمون، هو هرمون في الدم كله. تمام تمام. ما هو لأن واخدينهم في شنس ما أم تشرحهم دكتور، قال إنه في الستومك وفي الأبر بارت نتاع سمول انتستين وفي شنس ما في البنكرياس. لا أنت مش فاهمة، أنت من وين يطلعوا؟ من وين يطلعوا؟ لكن مش وين. أيوة الهايبوثالامس. أيوة الهايبوثالامس. باهي، فأنت توا شني ما ترك ما بيكمش تلخبطوا، ما بيكمش تلخبطوا بين وين يصبوا. هذا بيكونوا في الدم، هادم بيكونوا في الدم، فهمتي؟ ومن وين يطلعوا؟ كل واحد واخدينا في وين؟ في ال لا إله إلا الله، في ال لا في ال في الأودر هرمونز. إيه من ضمن الأودر هرمونز ويدير لنا إنهيبيشن لكل شيء. بالضبط. ويفرز زي ما قالت بالسمك والجوادة. أيوة. إيه. عندك السكرين. لا حتى جسترين معاه. هو الجسترين جسترين ستيمولاتور يرى. اي رد بالك غير شويه دكتور. سوماتوستاتين مش يدير لنا انهيبيشن لاغلبيه الهرمونات مثل جي اي بي والجسترين؟ اصلا كلمه ستاتين، كلمه ستاتين تعني تثبيط، تثبيط. هذا هرمون مشيم تاع هذا يفرز من الجي اي تي، يفرز من الهايبوثالاموس، يفرز من هالبمكانات في الجسم. وهذا في الأساس وظيفتهم تنقيص حركة المعدة وإفرازاتها. هذا الكلام بدنا في الجدول. في الشيت الثاني كاتبين حتى سي سي كي معهم، هم هذا متاع الهرمونات متاع الهيباتوري بس. إيه بالضبط. من الأخير أنت الحاجة الهيباتوري هرمون. بالضبط بالضبط. نعم كان يسمعت صوت. انتيرو غاستريك ريفلكس. شنو هو الانتيرو غاستريك ريفلكس؟ يعني
حاجه في السمول انتستن حترجع للجاستريك وتقول له شني اوف الماكله وصلت للانتستن ولا انتيرو انا شني وانا بنوقف المعده خلاص اعتبار ان هذه 12 وهذه ستومك يعني يدير لنا انهيبيشن لجاستريك موتيليتي بالضبط جاستريك موتيليتي ديما وزيدي معاها سكريشن وزوز مع بعضهم اللي يزيد يزيد واللي ينقص ينقص تمام وصلت فكره اذا اوكي جي اي تي هرمونز انتيرو جاستريك والانسيدز الانسيدز هذه واخدينها في الليبت كيمستري بروستاجلاندين يا جماعه مثل باراستامول ولا الاسبرين مثلا شنو يديروا يسكروا انزيم اسمه سايكلو اوكسجيناز لما يوقف السايكلو اوكسجيناز ما عادش يتصنع البروستاجلاندين ما عادش الاتش سي ال والميوكوس يتصنع مع ان الامانه ماهوش عامل قوي هلبه لكن ها حطها معاهم بس اهم حاجه الهرمون والانتيرو جاستريك ريفلكس هذا مخيرهم انهيبيتوري تعال معاي للاستيميولاتري الاسيتايل كولين شو معنى اسيتايل كولين بارا سمباتيك بارا سمباتيك الله يفتح عليك بارا ام 1 ماسكارينيك ريسبتورز عشان البارا يخترق والبارا هو الهرمون اللي ياذن بعمليه الهضم والجو المليح جاسترين بالطبع بالطبع جو مليح الهستامين الهستامين الالرجيك نتاع الالرجي ايه عندها هستامين ريسبتور 2 H2 هذا يخدم شني المعدة كستيميولاتري إذا الغريب هنا يا هستامين الغريب هنا يا بروستاجلاندين والباقي تقدر انك انت شني تستوعبه تفهمه كويس شنو وضعك في الاجتيال تحويل البيبسونيجين من اكتف الى بيبسين اكتف عيب يعطي البي اتش المثالي باش يخدم البيبسين البيبسين يحب الحموضية ولا التعادل ولا القاعدية معروف معروف هو أقل واحد اثنين تقريبا يا بي يس اثنين يس 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 بالضبط يساعد البيبسين على الهضم البروتينات لأن الاتش سي ال يكسر حتى هو في البروتينات يديلها في ديناتوريشن فيساعد في البيبسين كذلك يحفز افراز البايل والبنكرياتيك جوس يا جماعه حاجه واصله هنايا شو بتدير للي بعدها بتهيئه كل شيء بتهيئه سواء بنكرياس سواء جول بلادر علاش باش تبدا العمليه شني ماشيه في اتجاه واحد هذا الرفلكس نتاع البطن انت حاجه في التو شوف الاتش سي ال بينقص اي حاجه قبله وبيزيد اللي بعده اي حاجه في الجي اي تي الماكله وصلت للديودينوم بتوقف الستومك اللي قبلها وبتحفز اللارج انتستين اللي بعدها فاهمين الفكره كيف توا باهي نعطل الجاستريك امتينج ناخر الجاستريك امتينج باش يزيد الابسوربشن بالضبط بس مش ابسوربشن الستومك مش عضو ابسوربشن عضو دايجيشن وستورج بمعنى ان يزيد الامتصاص اكثر يستفيد منه الجسم صح بيطلع مدعيه فيسس وجو هذا لا شوفي انت لما الماكله تبدا في الستومك انت تقدريش تمتصي تاك ابزوربشن معناها امتصاص معناها الخلايا هي معناها تخيلي الخلايا هذه تبدا تمتص لا ما تاخذش انا ممكن نكي كخطا كلام بس بمعنى ان يستفيد من الجسم وظيفته دايزيش التكسير وتخزين كزيتو تمام الستومك بهي اي في ابزوربشن يصير اللي هو امتصاص الكالسيوم امتصاص الكالسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم باي انا المفروض زايد 2 الحد ثم شني ريدكشن اوف فرك الى فرس ال اتش سي ال دي ما نقولوا فيها يحول اف اي 3 الى اف اي 2 على عكس السليفري سكريشن باي هذا تتحكم فيه النيرفز والهرمونات اكيد انا قلت الجاسترين وسي سي كي وش اسمه هرمونات وقلت معاهم شني بارا يعني نيرفس وهرمون فهمت الفكرة كيف ايه اوكي سلايفا كانت نيرفس بس هاي عندك شني التعديل متاحته هذا كلام ادفانسد شوية
ادفانسد شويه. هنا ما لا اعتقد ان الدكتور ركز فيها البال، لا اعتقد، لكن ماذا انا بنشرحها، انا بنشرحها. عندك الريجوليشن يتم على ثلاثه مراحل، على ثلاثه مراحل. مرحله اولى اسمها سيفاليك اللي هي عصبيه، حاجه من الدماغ. جاستريك يعني نيرفس وهرمون واصل لل يعني شيء وصلني انا في جسمي، اسف يعني في جسم المعده نفسها، مرحله للمعده نفسها. المرحله الثالثه اللي هي انتستاينال فيز، وحنفهم مو شو المعنى من كلام حتعرفه سهل، سهل جدا. غير شني ارى ان باش نبدا نشرح احسن نحن نسكر الاجتماع هذا ونجو الاجتماع اللي بعده. تلاقوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وقتي تعالوا، وقتي.